في الفيديو السابق شاهدنا الأشكال المعقدة المقعدية، الكرسي أو تشكيلات المقعد هي فقط تشكيلات بسيطة من السايكلوهكسان، وهي مستقرة بشكل متساوي، لا يوجد شيء يمكن عمله لجعلها أكثر استقرارا. ما نريد أن نفعله في هذا الفيديو هو عنونة ما يحدث إذا كان هناك بدلا من السايكلوهكسان النقي، ماذا لو أضفنا مجموعة مثل إليه؟ ولهذا بدلا من السايكلوهكسان لنفكر في المثل سايكلوهكسان، إذا نعلم ماذا سنفعل عندما نسمي هذه الأشياء. إذا المثل سايكلوهكسان سيبدو هكذا، سيكون لدينا هكساجون هنا، هكذا كنا نرسمه هكذا، ومن ثم سيكون لدينا مجموعة مثل، يمكن رسم مجموعة المثل هكذا أو ربما هكذا. وضمنيا لدينا الكربون هنا أساس مجموعة CH3، وبالتأكيد لدينا هيدروجين آخر مرتبط هنا. الآن إذا أردنا رسم مجموعة المثل بشكل ثلاثي الأبعاد هكذا، سيبدو مثل وضعيات المقعد الكرسي من قبل، لكن بدلا من H هذه يمكن عمل هذا مجموعة مثل كاملة. إذا يمكن تحويل هذه CH3 هنا، سأرسمها إلى هنا بلون آخر. يمكن أن نجعل هذا الكربون الذي يحتوي ضمنيا 3 ذرات هيدروجين، إذا هذه مجموعة CH3 هنا. يمكن تبديل واحد من هذه الهيدروجينات معه، ومن ثم هذا سيكون واحد من هذه الأشكال، مثل سايكلوهكسان CH3، مثل سايكلوهكسان. سأكتب هذا فقط لممارسة التسمية، إذا هذا مثل سايكلوهكسان، مثل سايكلوهكسان. الآن هذه واحدة من وضعيات الكرسي، ومن ثم إذا كان هذا سينقلب للأسفل والجانب الآخر سينقلب للأعلى، فإن وضعية الكرسي الأخرى ستأخذ مجموعة المثل من كونها في وضع المحور وستضعها في الوضع الاستوائي. إذا هذه نفس المجموعة هنا، لنضع دائرة حولها، هي مجموعة كاملة هذه CH3. الآن السؤال الذي يجب إجابته في هذا الفيديو هو أي هذه التشكيلات ستكون أكثر استقرارا؟ الآن ربما ستتساءلون عند النظر إلى هذا الرسم، عندما نكون في وضع حيث مجموعة المثل في الوضع المحوري ستكون أقرب لكل من هذه الكربونات الأخرى هنا، أقرب لغيوم الإلكترونات لها، ربما لديها طاقة وضع عالية، ربما تريد أن تقفز بعيدا. وإذا كان هذا ما تحاولين معرفته أو ما تتساءلون عنه ستكونون محقين، لأنه في هذه الوضعية هذا المثل هو أبعد بكثير من كل هذه الأشياء هنا. أعتقد يمكن أن نعتبره سحابة إلكترونات مزدحمة إن صح التعبير. الآن لنرى هذا بشكل أكثر وضوحا، نريد عمل ما يسمى مخطط نيومان المزدوج، وفي الواقع هذا الدافع الأساسي لهذا الفيديو هو رسم مخطط نيومان. هو ليس فقط مفيد للمركبات البسيطة كالبيوتان أو الإيثان، ويمكن تطبيقه على الحلقات المختلفة، ولعمل مخطط نيومان لنرقم هذه الكربونات. إذا يمكن ترقيمهم هكذا، 1 2 3 4 5 6، ولا داعي لتسمية هذا واحد مثل سايكلوهكسان، لأنه حالما يكون لدينا فقط مجموعة واحدة موصولة مع الحلقة، نبدأ ضمنيا الترقيم عند الكربون حيث المجموعة موصولة. إذا هذا الكربون الأول هنا، هذا الكربون الأول، 2 3 4 5 6، وهنا مرة أخرى، 1 2 3 4 5 6. الآن ما أود عمله هو رسم الثاني من إسقاطات نيومان، في الواقع سأرسم 4، وسنرى عن ماذا أتحدث خلال ثانية. أول إسقاط لنيومان سأبدأ عند ذلك الكربون هناك، إذا نفكر كيف سيبدو هذا. إذا نحن عند الأمام، ننظر بشكل مباشر إلى ذلك الكربون، إذا هذا الكربون في الأمام، هذا الكربون هنا، هذا الكربون رقم اثنان هو في الخلف، إذا نسمي هذا الكربون رقم واحد الذي ننظر إليه وجها لوجه. الآن عند الوضع المحوري لدينا مجموعة المثل، لنرسم هذا، إذا في الوضع المحوري لدينا مجموعة مثل هنا، ومن ثم في الوضع الاستوائي هنا لدينا هذا الهيدروجين، لنرسم هذا، إذا لدينا هذا الهيدروجين، ومن ثم هنا هذه الرابطة هنا، هذه توصلنا إلى مجموعة الـ CH2 أخرى، لنرسم هذا بهذا الشكل. إذا هذا يوصلنا إلى CH2 آخر، هذا CH2 هنا، أو ربما يجب وضع دائرة هكذا،
هذا كله هو CH2، إذا هو مرتبط مع الكربون، لكن الكربون لديه ذرتي هيدروجين عليه، وهذا في الواقع هو الكربون رقم 6. إذا هذا الأمام. الآن إذا بدأنا بشكل مستقيم، الكربون رقم 2 هو خلفه، سأرسم الكربون رقم 2، سأرسم هذا بالأزرق. إذا الكربون رقم 2 هو هنا، هذه الدائرة الأكبر. الآن الكربون رقم 2 ماذا يحدث هناك؟ لديه هيدروجين في الوضع المحوري بشكل مستقيم للأسفل. للأسفل هذا الهيدروجين هناك، ولديه هيدروجين آخر سيكون استوائي. إذا هذا الهيدروجين هنا سيكون استوائي، يبدو هكذا. ومن ثم يرتبط مع الكربون رقم 3 وهو CH2 آخر، لديه هيدروجينين يتفرعان منه. في الأمام لدينا كربون رقم 1، وفي الخلف لدينا كربون رقم 2 لنجعله بلون آخر، هيدروجين واحد فقط وليس هيدروجينين. هذا الكربون رقم 2، ومن ثم الكربون رقم 2 يتفرع منه. إذا فكرنا في هذا الفرع هنا، هذا الكربون رقم 2 يتفرع منه الكربون رقم 3 أو CH3 هنا، لنقوم بهذا بلون جديد. إذا هذه في الواقع مجموعة CH2، هذا CH2، هذا الكربون لديه ذرتي هيدروجين. إذا هذا CH2، هذا الكربون رقم 3 هنا. ومن ثم في الواقع سأتوقف هنا. ما سأقوم به الآن، سأرسم إسقاط آخر لنيومان، لكن لإسقاط نيومان هذا سننظر مباشرة على الكربون رقم 5، على الكربون رقم 5. سنرى أننا سنكون حلقة، لأن الإسقاط الأول لنيومان الذي قمنا به للتو بالضرورة يغطي هذه الروابط. هذه الروابط، الرابطة تجلس بشكل مستقيم داخل هذا الكربون رقم 2، هو مباشرة خلف الكربون رقم 1. إذا أعتقد أن الجانب المقابل من الحلقة هو 5 إلى 4. إذا نظرنا هنا 1 إلى 2 هنا، ومن ثم 5 إلى 4، هي هكذا. إذا عندما نقوم بإسقاطات نيومان ننظر بشكل مباشر هنا، هذا إسقاط نيومان الأيسر، وإذا نظرنا مباشرة بهذا الاتجاه سيكون لدينا إسقاط نيومان الأيمن. إذا إذا كان لدينا الكربون رقم 5 في الأمام، كيف ستبدو الروابط حينها؟ حسنا، إنه يترابط مع الكربون 6 هنا. إذا يمكن جعل هذا هنا، سأستخدم لون آخر. هذه الرابطة هنا هي تلك الرابطة هنا، لذلك CH2 نفسه الذي يترابط معه في إسقاط النيومان الأول، ومن ثم سيكون لديه ذرتي هيدروجين. لم أرسمهم بعد، لنرسمهم. سيكون لديه ذرتي هيدروجين، واحدة في الوضع المحوري وواحدة في الوضع الاستوائي. من الصعب الرؤية الآن، لكن سيكون لديه الهيدروجين هنا، الوضع المحوري وآخر في الوضع الاستوائي. ومن ثم في الخلف سنرسم الكربون رقم 4. الكربون رقم 4 سأستخدم اللون الأخضر. حسنا، الكربون رقم 4 باللون الأخضر، هذا في الواقع التدريب على التصور، لهذا أردت أن أقوم بهذا معكم. إذا الكربون رقم 4 لديه هيدروجين محوري، إذا لديه هيدروجين يشير مباشرة للأسفل، هذا الهيدروجين هو ذلك الهيدروجين، لديه هيدروجين استوائي يشير للخارج هكذا. ومن ثم يترابط مع الكربون رقم 3. إذا هذه الرابطة هنا هي تلك الرابطة هنا. إذا ماذا سنرى مباشرة عند رسم وضع الكرسي؟ عندما تكون مجموعة المثل في الوضع المحوري ماذا سنرى؟ المثل هنا في الوضع المحوري، مثل إن أكواتر إن أكسيال، سنرى تشكيل جاوش. لا أعلم ما هي أفضل طريقة للفظ هذا. هذا هنا الزاوية تساوي 60 درجة، 60 درجة، هذه فقط 60 درجة، أو زاوية ثنائي السطح. إذا هذه الزاوية تساوي 60 درجة. حسنا، تشكيل جاوش. لنقارنه الآن في الحالة حيث مجموعة المثل تكون استوائية، حيث الكربون المرتبط به هو في الجزء الأسفل من الكرسي. نرى كيف سيبدو إسقاط نيومان. إذا نفس الشيء لنكتب في يمين الشاشة. إذا هذا التشكيل هو في توازن مع التشكيل هنا. سنقوم بنفس التمرين هنا، لكن الآن الكربون رقم 1
هنا الهيدروجين لديه هو الآن محوري ويشير مباشرة للأسفل. لنرسم هذا، إذا لدينا هيدروجين يشير مباشرة للأسفل، هنا الهيدروجين يشير للأسفل، والآن CH3 في وضع استوائي، وهو ما يمكن مشاهدته بوضوح على هذا أكثر من هنا. إذا لدينا CH3 هذه مجموعة مثل هنا، والآن هذا يترابط مع الكربون رقم 6، سيبدو هكذا هكذا. إذا لدينا CH2، هذا الكربون رقم 6 هنا. والآن إذا أردنا العودة للخلف، إذا أردنا أن نذهب للكربون رقم 2 في الخلف، والذي قمنا برسمه في الأزرق من قبل، إذا سأرسمه بالأزرق مرة أخرى. الكربون رقم 2 في الخلف لديه هيدروجين في الوضع المحوري، وهو مباشرة للأعلى. هذا الهيدروجين هنا لديه هيدروجين مباشرة للأعلى، لديه هيدروجين آخر هنا، ومن ثم يترابط مع الكربون رقم 3 في الخلف. إذا لدينا CH2 هنا، CH2 هنا، إذا هذا هنا هو نفسه هنا، إذا هو يترابط مع هذا في الخلف. الآن لنرسم تشكيل نيومان مواجه مباشرة للكربون رقم 5. الكربون رقم 5، إذا نحن ننظر مباشرة في هذا الاتجاه لإسقاط نيومان. الآن سننظر مباشرة في هذا الاتجاه لإسقاط نيومان الآخر. إذا الكربون رقم 5 إذا رسمناه في المقدمة، لم أرسمه هنا، لكن لديه هيدروجين في الوضع المحوري ولديه هيدروجين في الوضع الاستوائي. إذا الكربون رقم 5 إذا نظرنا إلى هذا، وهذا هو إذا كنتم مشوشين من هذا لأنه من الصعب فهمه، ربما عليكم إعادة مشاهدة الفيديو. هذا في الواقع مثال على التصورات، وأتمنى أنه لا يشكل لكم أي ارتباك. إذا كنتم تجدون أن هذا شاق، هذا لن يعطل رحلتكم في بقية الكيمياء العضوية، لكن إذا كنتم تفهمون هذا سيكون هذا جيد، ستكونون أفضل في تصور بعض الجزيئات هذه في المستقبل. إذا نظرنا مباشرة على الكربون رقم 5، لدينا هيدروجين في الوضع المحوري يسير مباشرة للأسفل. إنه يترابط، الكربون رقم 5 يترابط مع الكربون رقم 6، وهو موجود هنا. سأوضح هذا. إذا هذه الرابطة هنا أريد أن أستخدم لون آخر لها. هذه الرابطة هنا هي نفس الشيء كهذه هنا. هذه طريقة جيدة، إذا كنتم قادرون على فعل هذا فإن أدمغتكم قادرة على الترجمة بين الإسقاطات وبين هذه المخططات للمقاعد التي لدينا أعلى هنا. إذا هذه الرابطة هي نفس الرابطة هنا، هذا الهيدروجين المحوري هو هذا الهيدروجين المحوري، ومن ثم لدينا هيدروجين آخر، لدينا هذا الهيدروجين هنا، والذي سيكون هكذا، ومن ثم خلفه لدينا كربون رقم 4، كربون رقم 4 هكذا. إذا الكربون رقم 4 نرسمه بشكل دائرة، لديه هيدروجين في الوضع المحوري وهيدروجين آخر في هكذا، ومن ثم يترابط مع الكربون رقم 3. إذا هذا هو الكربون رقم 3 هنا هكذا. ما الذي نراه في مجموعة المثل هنا؟ في هذه الحالة مجموعة المثل هذه هي في وضع أنتاي. هناك طريقتين للتفكير في هذا، إنها زاوية ثنائية للسطح مقارنة بالكربون رقم 3، لدينا زاوية تساوي 180 درجة. هنا كان هذا تشكيل جاوش، الزاوية كانت 60 درجة، الآن هي 180 درجة، إذا هي أكثر بعدا، والآن هي زاوية ثنائية السطح مع الكربون رقم 6 وهي تساوي 120 درجة. إذا في هذه الحالة حيث مجموعة المثل هي استوائية، إنها محورية هنا، إنها استوائية هنا عندما تكون للأسفل هنا، لأنه لاحظوا هي متوازية، الرابطة هي موازية لأجزاء الحلقة. في هذه الحالة نحن أبعد بكثير عن مجموعات المثل الأخرى، هنا لدينا أقل ازدحاما، إذا هذه حالة أكثر استقرارا، إذا يمكن القول هي ضد التشكيل بالمقارنة، أنتاي كونفيرميشن أو كونفيجريشن كونفيجريشن إذا يمكن القول هي ضد التشكيل بالمقارنة مع الكربون رقم 3، بينما هنا كان لدينا تشكيل جاوش
بالنسبة للكربون رقم 3، لا أعلم إذا كنت ألفظها بشكل صحيح، لا أعلم أفضل طريقة للفظها. إذا في هذه الحالة هي فقط أقل ازدحاما، هذا مستقر أكثر ولدينا طاقة وضع أقل، more stable. على أمل أنكم وجدتم هذا مفيدا، هذه كانت طريقة أو تمرين وكنا قادرين على أن نسير مع هذا من هذا التصور إلى مخطط نيومان الثنائي. وإذا كان هذا يجعله أسهل، الطريقة للتفكير به هو أننا نظهر مخطط نيومان هنا، حيث الكربون رقم 6 هو الكربون رقم 6 هنا، وهذه سي اتش 2 هي تلك التي في الخلف. إذا عند النظر إليها من هنا نحن ننظر على حلقة الهكسان من هذا الاتجاه، من هذا الاتجاه شاهدنا في الأمام أو في المقدمة، هذا هو هذا وهذا هو الذي في الخلف، وهذا هو نفسه هذا هنا نفس الشيء، ننظر إليه مباشرة من هذا الاتجاه، من هذا الاتجاه نرى هذا في الأعلى هنا، وهذا الذي في الأسفل هو هنا، نراكم في الفيديو التالي.